يعني ميدانية لا تطورات جديدة فيما يتعلق بعمليات القصف الإسرائيلي باستثناء عمليات القصف المدفعي المتقطع على الأطراف الشمالية الشرقية والشمالية والشرقية الجنوبية الشرقية لخان يونس. هذه المناطق تتعرض إلى عمليات قصف عنيفة من قبل المدفعية الإسرائيلية، لكن بصورة متقطعة منذ أكثر من ساعة لم تغير الطائرات الحربية الإسرائيلية على أي من الأهداف، باستثناء الغارات التي شنتها منذ يعني ليلة أمس وحتى يعني قبل ساعة أو ساعتين من الآن، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على عدد كبير من الأهداف من بينها يعني منطقة خزاعة حيث استشهد شاب وأصيب 4 آخرين جراء غارة إسرائيلية على هذه المنطقة، بالإضافة إلى قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الذي كان يتركز صباحا على المناطق الشرقية حيث دمر العديد من منازل المواطنين التي كانت مخلاة من قبل المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع على منطقة القرارة والفخاري وعبسان ومنطقة الفرحين. البحرية الإسرائيلية اليوم أطلقت العديد من القذائف باتجاه ميناء خان يونس البحري وباتجاه منطقة الساحل لمدينة خان يونس. هذا الأمر أدى إلى تدمير عدد كبير من مراكب الصيادين في ميناء خان يونس وحدوث يعني دمار واسع في هذا الميناء جراء القذائف التي أطلقتها البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف على الأراضي الزراعية. ما دون ذلك هو يعني استمرار وصول المئات من المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا صباح هذا اليوم من مدينة غزة وشمالها باتجاه المناطق الجنوبية. المئات من المواطنين وصلوا في أوضاع صعبة وقاسية، الذين يعني اضطروا للسير مشيا على الأقدام لمسافات طويلة حتى يخرجوا من منطقة مدينة غزة، ووصلوا بالفعل إلى مدينة خان يونس والمنطقة الوسطى، وأيضا منهم من توجه إلى مدينة رفح، وذلك حسب استطاعته وحسب ما يعني المكان الذي يعني سوف يجلس فيه. لكن هؤلاء الناس الذين جاءوا يعني بصورة صعبة جدا بعد أيام طويلة من الحصار والتجويع والعطش، الآن هم بحاجة ماسة إلى مراكز إيواء يمكن من خلالها الجلوس فيها والبدء بترتيب أوضاعهم من جديد، خاصة وأن معظم الذين جاءوا تعرضوا إلى عملية حصار شديد، كانت هناك نقص كبيرة في المواد التموينية التي تصل إليهم أو التي يأكلونها، انعدام وجود المياه بالنسبة لهم، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى تدخل الأونروا لتقوم بمسؤولياتها اتجاه هؤلاء المواطنين الذين نزحوا يعني حديثا هذا اليوم إلى المدن إلى محافظات وسط وجنوب قطاع غزة، في ظل أيضا اتهامات للأونروا من قبل المكتب الإعلامي الحكومي بأنها تنصلت من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية عندما تركت عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المواطنين في مدينة غزة وشمالها دون أي مأوى ودون توفير أدنى الاحتياجات، وبالتالي كانت هناك اتهامات واضحة من مكتب الإعلام الحكومي للأونروا ولإدارة الأونروا عن تقصيرها الكبير في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، والتي قالت أنهم تعرضوا يعني لعملية تهميش كبيرة وتركوا وحدهم دون مأوى دون غذاء دون مياه دون أن تتدخل الأونروا أو أن تقوم بمسؤولياتها. هذا ما يحدث الآن، لكن في مدينة غزة الأوضاع على حالها، الدبابات الإسرائيلية تتقدم في أكثر من محور وعمليات القصف أيضا يعني مستمرة والاشتباكات أيضا هي الأخرى مستمرة. الأكثر الأوضاع صعوبة الآن في محيط مستشفيات مدينة غزة، تحديدا مستشفى النصر ومستشفى العيون ومستشفى الرنتيسي، بالإضافة إلى مستشفى الشفاء التي تتواجد يعني الدبابات تحاصر هذه المشافي من كل الاتجاهات، وبالتالي هذه المستشفيات باتت يعني أوضاعها صعبة. ويعني مدير المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوط قال أن إسرائيل تحاصر المستشفيات وتشن حربا عليها وعلى الطواقم الطبية، وهناك مجزرة جمعية يقوم بها الاحتلال، حيث أن هناك العشرات من الأطفال حياتهم باتت مهددة
بالموت جراء هذا الحصار الكبير، وأيضا جراء عمليات القصف التي تعرضت لها على سبيل المثال مجمع الشفاء الطبي، 4 عمليات قصف تعرضت لها أدت إلى استشهاد أكثر من 13 فلسطينيا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى المستشفى الأندونيسي الذي بات محاصرا وباتت أوضاعه صعبة. ويعني قال يعني والحديث لمدير المستشفى الذي قال أنهم غير باتوا أنهم باتوا غير قادرين على تقديم أي معونات أو أي مساعدات أو أي علاج طبي للمرضى الذين يعني متواجدون داخل هذا المشفى جراء العدوان الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي وتدمير جزء من هذه المستشفى، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والسولار والمياه عن المستشفى، أوضاع صعبة. يعني تحدثنا مع عدد من المحاصرين أيضا في مستشفى العيون، أوضاعهم مأساوية، يتعرضون لعملية إطلاق نار، باتوا يعني مهددين بالموت جراء حصار الدبابات الإسرائيلية لهم وإطلاق النار على كل من يتحرك. الواجهات الأمامية للمستشفيات تحديدا العيون والنصر والرنتيسي تتعرض إلى عمليات إطلاق نار من قبل الدبابات الإسرائيلية، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الآلاف من المواطنين المتواجدين داخل هذه المستشفيات الثلاث. مجمع الشفاء أيضا استطاع العديد من المواطنين الخروج من هذا المشفى باتجاه المناطق الشرقية لغزة ومن ثم باتجاه المناطق الجنوبية، وبالفعل وصل عدد كبير من المواطنين الذين نزحوا من مدينة غزة وشمالها ووصلوا إلى العديد من المناطق في جنوب قطاع غزة. الآن مطلوب من كل المؤسسات الدولية أن تعمل ما بوسعها من أجل يعني تقديم كل المساعدات لهؤلاء النازحين الذين جاءوا جوعا وعطشا، وأيضا يرهقهم التعب والإعياء الشديد في ظل ما عانوه خلال الأسبوع الماضي جراء الحصار الإسرائيلي للمستشفيات وعمليات القصف، حيث أن العديد منهم مصاب بإصابات متعددة ومتنوعة، لكن يعني هم بخير. وهو المطلوب الآن هو يعني إيجاد حل سريع لاحتواء هؤلاء النازحين وتقديم كل مساعدة ممكنة حتى يستطيعوا البقاء والصمود في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة. إبراهيم، أين يمكن أن يقيم كل من ينزح من هذه المناطق إلى مناطق الجنوب؟ هل هناك قدرة على استيعاب هذه الأعداد؟ وأيضا هل يمكن أن يتم تقديم لهم أي خدمات في ظل هذه الظروف؟ الآن يعني مدينة خان يونس على سبيل المثال يوجد بها العشرات من مراكز اللواء، نستطيع أن نقول أن كافة المدارس في مدينة خان يونس تحديدا مدارس الأنوار هي ممتلئة عن بكرة أبيها بالآلاف من المواطنين، أقل مدرسة أو أقل مركز لواء يوجد به 5000 إنسان، هؤلاء يعيشون في فصول دراسية يعني بشكل جماعات، المئات يتكدسون في الفصول الدراسية، الرجال يجلسون في ساحات المدرسة، أوضاع صعبة، لا يقدم لهم الكثير من الطعام والشراب، يعيشون أوضاع صحية صعبة، هناك عدد كبير منهم من الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة، وبالتالي هناك الآن يجب إيجاد حل سريع لهؤلاء الناس لأنهم يعني لا يعرفون أين سيذهبون، ليس لهم أمامهم حاليا إلا أن يعني يتم إدخالهم في المستشفيات أو في المدارس وهي ممتلئة عن بكرة أبيها. بالأمس وأول أمس كان هناك ما يزيد عن 5000 نازح لم تقم الوكالة بتسجيلهم حتى اللحظة، لأنه لا يوجد متسع لهؤلاء الناس بتسجيلهم داخل مراكز اللواء، وبالتالي اليوم قدم أيضا عشرات الآلاف ربما، فبالتالي الأزمة ستتعمق والوضع المعيشي والإنساني لهؤلاء الناس سيزداد سوءا في ظل يعني عدم وجود يعني مراكز إيواء وعدم وجود مواد تموينية ويعني وماء من أجل تقديمه لهؤلاء الناس، والأهم من كل ذلك أين سيبيتون، أين سيقضون يومهم وليلهم في ظل عدم وجود أغطية معهم، هم خرجوا حفاة عراة كما يقولون، نعم. لا يحملون إلا يعني أوراقهم الشخصية والثبوتية وجاءوا إلى المناطق الجنوبية، لا يملكون أي شيء، لا ملبس ولا يعني طعام ولا أي غطاء ولا أي شيء، جاءوا هكذا بأنفسهم
فروا من الموت ومن القصف الإسرائيلي من أجل البحث عن مكان آمن. لذلك مطلوب بشكل عاجل وسريع التدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأونروا، المؤسسات الدولية، أي جهة ما، أن تقدم لهؤلاء الناس كل ما يلزم من أجل أن يبقوا أحياء وقادرين على الصمود في ظل هذه الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة بفعل الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق السكان وبحق المدنيين وبحق الكوادر الطبية والكوادر الصحفية والكوادر الدفاع المدني والمستشفيات. كل شيء في قطاع غزة يعني هو معرض للضرب والقصف والتدمير والقتل. ما يحدث في غزة هي إبادة جماعية يعني تتم على الهواء مباشرة.